هسيب حضراتكم مع انفوجراف بيوضح حقيقة عشناها وشفناها في ظل إرادة سياسية حقيقية وممارسات على الأرض، وشفنا كلنا إزاي الدولة المصرية خلقت وعززت بالفعل المفهوم الحقيقي للمواطنة والوحدة الوطنية، وده شفناه من خلال حقيقة إجراءات كتير لتحقيق العدالة والمساواة والحوار البناء، وإنه نعيش كلنا في هذه البلد نشعر إنها بلدنا بدون أي تفرقة مواجهة لأي أفكار متطرفة أو تعصب. والحقيقة إنه في هذا صدد النهاردة مجلس الوزراء نشر تقرير بيتضمن انفوجرافات بعنوان حلم المواطنة والوحدة الوطنية. والحقيقة حضراتكم هتشوفوا هذا الانفوجراف وتشوفوا إزاي الدولة قدرت إنها تحقق ده خلال السنين اللي فاتت، وتشوفوا إشادات من رجال يعني بارزين في دول عدة من صحافة مختلفة دولية ووسائل إعلام أجنبية تشيد بما حدث من تغيير في ملف المواطنة في مصر. خليني نستعرض مع حضراتكم ده من خلال الانفوجراف ونطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.